السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليل كسود وهذا فوزية شانل إن شاء الله عاول الله أرضي ذحن جعلستي إن الإديسو قد بيعطسي ولا الله فربضا يلسو حريران إيقا عطسدان إن أنك قصو هذا الكوليسترول كداو ديسا وغوناكسا سيد الدك دقا من سنة وحو داويسو اللهم استعان ولا ليل هرتا إنت أنا داود وقدقلين إن شاء الله وحندونا يا هرتا وحيابها أنك سمينا وسدح شيء اللهم استعان كان ولا ليل وقرف كانينا هو ملك عسل سدرغ كانينا هو سريدة لو يقانا حبة سوداء اللهم استعان كاسينا وبكير بيقندع اللهم استعان ولا ليال داودة أصلا قفك بنادنك وحودة يا لابا بلوت أيو ودا يا وصبح البئن وعبوه يا لقدونا إياها بينك منكو سيحانا اللهم استعان ملك هروا أقصوا هذا نوح تركيس عسل سدرغ سبيشالي إن حبة سوداء وانقرانا إن بضل أي عجل ديق أنا ما زلت إن حبة سوداء أضغها الله وانكسو هذا أيضا قدرة أي داويسي وحيابه أي قبطه اللهم استعان حقو سهر قرفها أعاو يقول سب إنا نهو لأنا كسو اللهم استعان ولا لسيدة أكتين بقرفها وقيدها أصلا داوية وحلو يقانو كرسترول كعدرك لو يقانا يقرفها آدي أضغو سوقني قال وحيابه كالو قبطو ولا ليلو حاكم ده وحلو يقانا ودنها دسيسكو كدعو أي قرفها ما شاء الله آدي أضغو في عينيهي وحيابها كلو قط قرفها ولا ليلو حكم ده حلو يقانا دتك دابيتس كأه أيو أصلنا آدي أدعو عويا اللهم استعان وحيابها كلو قط ولا ليلو قرفها وحكم ده وحلو يقانا أنتي بكتيريا أولوس أنتي بكتيريا دي لو استعمال قرفها سبحان الله إن بعادي معهم وحيابها كلو قط ولا ليلو حكم ده إله يا جنا حقي حقيقة كانسر كأيو قفه مكوكو عصبيه هرتا أصلا سيدة بنا ولا ليلو حوغاتين شيء كستور سبع إنه دواقة بشلاي الغاية خير من العلاج أي علماء الآن كورتاجا وبكون سيء علاجك محايا للدواء قال له حتى أنت بدون حقوق أرنى كل هاي إن أنا سلا الشقيين عذر كمك سكرت على طول ما نصان سكول الشقيين محايا لقف كمك عذر ككو وكوسو بده دا وتكتب عذر كوح وكأدون كعذر نوع عذر هذا على طول دواء سوي سهل أنت ولكن عذر كأو كدرستوي أو دول در هذه أو فجادي حقيقة وقت كان سهل وحقيقة بشيء سبحان الله نجينا أنا بنت إسلام عذر هذا حالة سيد دلالة اللهم استعان وحيابه قرتو لا لقيت كم حاكم إذا قرفه لو يقانا وحلو يقانا وضن حنونك أصلا داو بيبدأ يؤيها وضنها ولا له وضنها لقاها يب هدي أشياء هم قرفه أصلا سبحان الله وغان دونا بإذن الله وحيابه قلو قرتو حاكم إذا ولا ليلا فيروس كأفكا قلو آدي أدأ يوفي عيو قفتم بك أفكا وفيروس قلو أما إلكها أما سمتي وحيابه سيحنونا ينوكلا أما أصلا سوكلا أفكي و والله سوكا عقفك أصوا يعني حتى أدري مينين تيستي جيس أفكي سوكلا دو قرفها سوكلا تنتو قاتو وكو عدستو أوكلاتو أما واحد أنتو عرب كيسا سوكلا قوكلا ما شاء الله عادي معهم وحيابه كلو قبط حاكم دولا لو حلو يقانو إنه جرك النظيف يقري قري من بارك ليقان غرفها حبة الشباب حلو يقانو لأن يرضى في نكا كصوب حتى إن بعاد أمها بارك لو يقان غرفها اللهم استعان وحيابه كلو قبط بارك ولا لو حاكم ده وحلو يقان ألا جيجي حساسية ده يدنا آد يد أيوه في عينه اللهم استعان إن جيت كان أصلا سيس بنا غرفها جير لجرها بما هو يد أور كله جير لجرها بما هو يد برس فيدين كلمها قصمين سو جير لجرها بما عيالك كل وحوي هاي سيت بلو يعب كلام اللهم استعان مرك إن شاء الله عاو صار أيام قدرنا ما دام عذرك أن كنا كوليسترول ويه إن بدنا يعني دواء هنا وأنصوش هنا وحكا قبته ومع ذلك أنا جم هي مدينا نعيتها كوليسترول حتى نقصنا الدواء صار أيام صار قبصنا اللهم استعان إن كوا حن سمينا إن شاء الله لكم حكوا جرب قاعدة وين وعسل سدري كدب أيوة حكوا درسة قاعدة غير الله سبحانه وتعالى قاعدة وينها استعمالين إن شاء الله قاعدة غير أبهر كله يقانا قرفها اللهم استعان كدب أيوة حرب إنا قدر أبهر كي شيء سريدة ينحب السودة القاعدة قاعدة غير سريدة حب السودة أنت أيوة حلدونا ولا ليال ناسي وناسي وناسي اسكو بحق لسان إن شاء الله مرك هاي انت سأب إذ اسكو بحق لان وسي وناسي الله بقى وقاسي أيا قفك بنادن كأ أسو على ريق أيا لدينا أفكي سقبه ينو أرور تعبه انتان مركو انتان عنا كدب أيو حسامينا قفك ولالك بيقان دعيو كدب الجينة مركا وجوغا يا إلاو حجوغا يا هافن أور كدب نصاعة سمكو جو كدب أيو عمتدي سعادي وعنا هابين كبركو ولالك سيحانا إيا نوحا لقدونا يا
inuu intuu cuno cashadiisa hore usii qaato. Inta badan culimaa islaam u fiirsada marka laga hadlayo daawada iyo caloosha, waxaa lagu leeyahay cashadaada hore usii qaado. Subxaanallah, waana sifaatki nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam. Nebiga caleyhi salaatu wasalaam qof caajiza mu ahayn, habeenka cashada ayuu waxaa la rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laba sifa ayaa dabeecad u ahayd ayaa layidhi, quraacdan inuu aroorti cuno, cashadana inuu yani early usii qaato. Maxaa yeelay qofka biniaadamka aroorti waa laabuda ayaa lagu leeyahay, special culimada islaamka ka hadlaya. Qofka muslimka aroorti aroorta hore inuu quraacdo waa muhiim jidda ayaa lagu leeyahay. Subxaanallah, marka qofka cashadiisana inuu intuu early cuno markay jirkiisa ka baxda kadib uu sariirtiisa aado ama markasoo kale wixii daawo aheyd u yaalo inuu cuno. Laakiin waa maxaan dhici kari, mustaxiil ah qofka intuu cunto cuno cashadii calooshiisa kadib intuu ordo inuu daawo intuu ka dabageeyo uu seexdo. Waa arrin cajiib ah, dhibaatooyin badan iyo cuduro badan ayayna keentaa. Shay wax kaydiya ma jiro, ayuu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam, oo ka shar badan makaanka loo yaqaano caloosha. Waa halis caloosha, maxaa yeelay waa makaanka cudurada qaybina, waa makaanka wax kasto jidinkaaga mara meesha ay tegeysa waa iyada. Laabuda minha markiina iyada dhinacyadii badneed culimadeena sifaatkii nebiga wadooyin badan in la raaco. Markaasoo kale kayfiyada caloosha lagu wanaajin karo ama cuduradii ama looga saari karo cuntooyinka markaasoo kale in la sameeyo waa muhiim. Marka walaalayaal, sideeda banaanba marka caloosha aan ku dadaalno cudur oo dhan, maadaama caloosha uu kasoo askumo, waxaa la doonaya qofka muslimka inuu calooshiisa nadiifiyo, unuu jirkiisa fududeeyo, in maxaa tiraada wuxuu cunayana uu ka fiirsado shay kastuu cunaa inay nadiif tahay, in kale inuu hubiyo. Marka cashada markaa cuntid ka hor, waqti hore markaa cashadaada cuntid oo istiraada aleele haadihiisa calooshaada cuntada way ka baxday, ayaa waxaa la doonaya wixii mudaawaad ah ku yaalay markaasoo kale inuu cuntid, kadibna asaas ku seexatid. Allahu mustacaan. Marka waa kana qorfiyay, sidan ayaan isku dhexgeliyay. Waxaa la doonayaa qofka saddex qaadi, haddii waxaa laga yaabaa inay 3 tablespoon noqoto. Allahu mustacaan. 3 tablespoonkaas ama teaspoon, ma 3 table ma noqon kartaa, teaspoon ay noqon kartaa, 3 tablespoon ay noqon kartaa. 3 tablespoonkan waxaa la doonayaa qofka walaalayaal inuu cuno, ama laba qaadi haddii doonto tablespoon u dhigmi doontaa marka isku dardaro. Allahu mustacaan. Inuu intaaba wadaloqa gabiga aroorti markuu cuno kadibna biyahaas qandac uu ka dabageeyo. Wuu wadayaa horta kowan waxaa laga doonaya marka ugu horeysa inuu dhakhtar la xiriiro qofkan, cholesterolkiisa meeshuu marayo iyo xaaladda uu kusugan kow inuu soo ogaado. Markaa kadibna inuu daawadan bilaabo. Markuu daawadan bilaabo kadibna uu daawada xilliga loogu talagalay uu wado laba bilood oo mutataabiciina, markay labada bilood u dhamaato inuu haddana dhakhtarka ku laabto oo uu ogaado waxa u ziyaaday iyo waxa ka nusqaamay, taas inuu qofka xaqiiqatan ku ogaan karaa caafimaadkiisa. Hadduu intaa sameynin waxba ma ogaan karo, daawadu cunaya waxay u qabatay ma ogaan karo, marka hore wuxuu qabay ma ogaan karo, keefiyadii uu wax u qaadanay ma ogaan karo. Marka qofkan inuu dhakhtar leeyahay waa muhiim, ayay culimada ku dhahayaan markuu daawada cunayo. Marka intaas ayaan walaalayaal uga baxayna mawduucina caawo iyo daawadii cholesterolka. Insha allah ka faa'iidaysta biitinilah, iyadoo ka sii weynna insha allah geedo badan la isku darayana waa idiin soo wadaa geedo cajiib ah oo cudurro badan aad iyo aad u daaweeyo oo ahmiyadooda leh xaqiiqatan. ayaa waqtiga ayaa maanta isaamixi waa insha allah waa idiin soo gelin doonaa. Laakiin horta kow kan ayaa ku bilaabaysan, uma bac dalika ayaa daawada kale aan soo wada biitinilah ayaa isticmaali doontaen insha allah walaalaha. Marka ka faa'iidaysta walaalayaal insha allah. sida caadadan oo ahayd ayaa laga tegin ducada muslimiinta walaalayaal. Runtii waxaa dhacday maalin horeeto qof walaal ah oo aanan garanayn ayaa wuxuu soo diray lacag, lacagtaasna dad uusan garanayn ayuu ugu talagalay. xaqiiqatan walaalayaal, qofka daciifka ah ee miskiinka ah oo uusan garanayn lacagtii markuu usoo diray, qof xanuunsan oo dhakhtar ku jiro oo laba cuduro halisa isugu darsoomeen ayuu ahaa. subxaanallah, qofkan wuxuu la beegtay qof ilaahay qeyr hasii caaqil ayuu ahaa. wuxuu la beegtay maalintii ciidda qofkii xanuunsan oo ilmihiisa kasoo tegey oo keliyahana laga hayo oo laga dhaqo oo macdaalka kansarna hayo ayaa la yidhi walaal aadan garan ayaa lacagtan kuu soo diray. xaqiiqatan qofkaas way u waajibtay maalinta ayada. kama aan sheekeyn karo farxadda walaalka muslimka uu dareemay. dabki ayaa ka dansanaa, ilmihiisa isbitaal ayuu uga jiray. walaalayaaloo gas, maxaa u malaynaysiin min cindillah qofka farxadda adoonkaas uu aqoonin ilaa ilaahay dirti uu caawiyey. uu caawo inuu yahay soomaalin buu dhegta ka maqlay, wuxuu yahay uusan garanin, uu nasab ku haybsan, uu macdaalika waxba ku haybsan oo alla darti uu ku caawiyey. maxaa ka cadiim ah ama ka weynin badan ilaahay daraaddii oo wax lagu xiriiriyo walaalayaal. sifaadka ilaahay loogu dhowaado ama waxyaabaha ilaahay jecel yahayna waxaa ka mid ah ilaahay darti lillaahi inaa wax u qabato oo lillaahi inaa wax uga tagto. subxaanallah. marka walaalayaal, sidaas ayaa la doonaya dadka muslimiinta ina aqoon oo walaalayaal qariibka ah inay uga duceysataan oo xanuunsan oo mustajaaba dacwo ah oo markaasoo kale xanuuno la ildaran oo ahli aqrabo iyo muslimiin maahan iyo ilaahay maahan cid kale aan haysan walaalayaalo, haybsigana iska dayno, dadka dhibaataysan oo muslimiintana u taraaxuno, hoosna u fiirino sha'niga muslimiinta maanta.
wadan dhan oo burbur ayaan leenahay oo cid uma qan jirin ilaa anaga ma ahan dowladdu uma maqno oo dad kale uma maqno oo jabaabir iyo madaxtooyin midna uma maqno ilaa dadka muslimiinta ama ahan maanta soomaalida waa dad naxariis badan gargaar badan wax badan dadka walaalahood caawiyay xaqiiqatan soomaalida lamaba arkeen ayaga ayaa dad isku naxariista ah oo isku taraaxma run ahaantii marka walaalayaal saas ayaa anaga dhammaanteenna laga doonayaa dadka walaalaha wax la soo baxayana sadaqadood maqbuul ilaahay subxaana watacaala ha uga dhigo weyba u noqonaysaa biitinillah idinkuna walaalayaal iyo anagoo dhanba aan ku dadaalna sadaqada iyo qofka inaan uga naxsano miskiinka ahee markaasoo kale kurbeysan oo meel ay wax uga imaanayaan aan garanin ta ugu wanaagsana waa taas walaalayaal waan idinku dheereeyay walaalayaal daawasho wanaagsan oo billaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu